الصلاة جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. صلي سنة لخسوف القمر ركعتين بأربعة ركعات إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم
نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. أنا رب العظيم. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد
منتشر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ولقد وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا ألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر أنا ربنا أسمع
سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن عطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات الصلوات الطيبات على السلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي فضلنا وأكرمنا بفضائل وكرامات، وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل، سبحانه، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرج الإمام البخاري ومسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا يخصفان لموت أحد أو لحياته، فرأيتموه فادعوا الله وكبروا وأقيموا الصلاة وصلوا وتصدقوا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ومسلمين yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menjadikan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita kehidupan ini, dan kita bisa berbuat baik, kita bisa bekerja, kita bisa berkumpul bersilaturahim, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat gerhana bulan pada saat ini, tentu di sela ibadah-ibadah kita yang banyak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, aktivitasku, hidup matiku, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang masih hidup yang bisa bekerja, bisa berbuat, bisa berkompetisi, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, minal muslimin wal muslimat, abaana wa ummahatina, dan tentu asatidatina wa ulamaana, ila man fawqahum minal a'immati wal awliya'i, wa ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam wa jibril, ikhwani minal anbiya' wal mursalin, tentu kita doakan semoga semuanya berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqad fazal muttaqun, maka sungguh beruntung orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, kesempatan adalah kita temui dan kita jumpai bersama pada hari ini, yaitu kejadian atau peristiwa jadi gerhana bulan. Tentu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ma siwallahu azza wa jalla, semua selain Allah Subhanahu wa taala. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatil lil alamin, bahwa termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan semuanya menjadi ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan penciptaan aneka ragam bahasa, aneka ragam warna. Semuanya itu adalah menjadi tanda dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ngerti,
kepada orang-orang yang alim. Ya, dan ayatnya min ayatihi al-lail wan-nahar wasyams wal-qamar, dan termasuk juga ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, dan kita di waktu malam makanya gerhananya gerhana bulan. Jemaah dimuliakan Allah, salatnya salat jahriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Malam siang adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berarti adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Matahari dan bulan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sujud, tunduk, menyembah kepada matahari dan kepada bulan, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan. Lebih dari itu semuanya, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsarun nas la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi tentu adalah lebih berat, lebih sulit dari penciptaan manusia, meskipun manusia mayoritas masih belum menyadarinya. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan alam semesta fi sittati ayyam, dalam 6 masa, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya. Wa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata atayna ta'in. Fussilat, ayat yang ke-11. Bahwa jadi Allah memanggil matahari, bulan, langit, bumi dan isinya, sini sini kamu semuanya menghadap aku dan hadir kepadaku untuk menyatakan kepatuhan dan untuk sujud. Syi'tum am abaitum, kamu mau dengan sukarela atau terpaksa. Maka mereka semuanya qalata atayna ta'in, ya, datang dengan sukarela memenuhi panggilan Allah dengan penuh ketaatan. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayni wa awha fi kulli sama'in amraha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu 7, dan kemudian setiap langit diberi tugas dan perintah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Wa zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dan kami hiasin langit yang dekat dengan objek dunia ini, manusianya, dengan perhiasan-perhiasan seperti bintang-bintang, ya, dan tentu matahari dan bulan. Wa zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha, ya, dengan bintang-bintang, fungsinya untuk menjaga dan untuk perhiasan. Begitu firman-Nya dalam surat Fussilat mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Hadirin majlis salat khusuf yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sealur dengan hadis dan Al-Qur'an tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Begitu, dan biasanya hadis ini jadi berhubungan dengan ayat surat 9 yang ke-36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Waktu, zaman muter begitu atau berjalan begitu terus seterusnya membersamai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, dan termasuk kejadian adalah yang ada di alam semesta ini. Ajramus samawati wal ardi, benda-benda langit, benda-benda bumi, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengalami pergeseran, mengalami perubahan dan ketundukan sampai pada gilirannya nanti. Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'ashsharu utilat, dan lainnya terkait dengan hari kiamat. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat, dan seterusnya. Maka waktu adalah jadi membersamai kejadian-kejadian zaman, dan zaman ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan alam ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian-bagiannya yaitu matahari, bulan, dan kemudian kita semuanya.
dan rumus yang umum, falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, bahwa sunnatullah, hukum Allah berjalan untuk semuanya dari dulu sampai nanti, ila an yarithallahul arda wa man 'alaiha, yang disebut makhluk maka kudu berubah, kudu tunduk, kudu ada proses, namanya proses jadi usang, proses penuaan, dan tentu contohnya adalah kita semuanya. Dan proses-proses ini, tahapan-tahapan ini selalu jadi dibarengi dengan tanda-tanda, kejadian-kejadian. Semakin tua kita, semakin pada berbunyi ini tulang-tulang ini. Semakin tua pula rambut-rambut, semakin menunjukkan kita. Semuanya adalah menunjukkan bahwa itu adalah makhluk, tidak lain termasuk pula adalah matahari dan bulan. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari dan bulan itu adalah bisa terkena gerhana bukan karena kelahiran seseorang dan bukan karena kematian seseorang, meskipun tentu itu adalah menunjukkan jadi zaman, menunjukkan bahwa ini sudah lama kepake, sudah lama beredar, sudah lama menjadi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari sampai pada gilirannya nanti itu adalah keluar dari barat dan kemudian sampai pertengahan waktu istiwa kembali lagi ke barat dan terbenam bersama bulan. Dan tadi ayatnya di salat maghrib dibacakan, hal yang zuruna illa an ta'tiyahumu al malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. 152 dari surat Al-An'am ini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti bila matahari sudah terbit dari barat, maka tidak ada ampunan atau tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kejadian ini tentu sangat berguna bagi kehidupan kita, bagi manusia. Fa'tabiru ya ayyuhan nas, fa'tabiru ya ulil absar, dan ngambil pelajaran, ngambil ibrohlah kita semuanya, wahai manusia. Jadi makhluk yang gede mengalami juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berubah sebagaimana kita. Jadi baina nahnu insan wa baina tilka makhluk-makhluk Allah seperti matahari dan bulan, siyani fi makhlukillah, sama di dalam bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an aw karha qalata atina taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Kalau manusia memang banyak yang tunduk kepada Allah, tapi juga kata Allah banyak yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat yang ke-18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihi al'adzab. Ayat ini bahwa semua yang ada di alam atas semuanya sujud kepada Allah. Semua yang ada di alam bawah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegermetan, binatang-binatang melata, gunung-gunung, pohon-pohonan, binatang ternak, dan sebagian besar manusia pada taat kepada Allah. Tapi sebagian besar yang lain, mereka harus masuk neraka dulu. Itu clear, yaitu di ayat Allah Subhanahu wa taala harus merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majlis salat khusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ibrah yang paling jadi kita ambil saat ini apa? Jadi kita harus mendekatkan diri kepada yang menciptakan segalanya. Kita harus mendekatkan diri kepada yang punya, dan sebetulnya adalah meskipun kita diberi hak untuk amal, diberi hak untuk ikhtiar, jemaah dimuliakan Allah, dan dimulai dari niat kita,
gerentek kita, setiap ungkapan kita, langkah kita sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dilipat gandakan dan surga dikaitkan dengan itu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga yang fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Maka itu dikaitkan dengan kerja kita dan ikhtiar kita. Dan ikhtiar itu cuma dikit sebetulnya. Selama-lama ikhtiar paling berapa tahun? Umur umati min sittina ila sab'in. Umur umatku kisaran 60-70 tahunan saja. Itu aja kadang kurang pengpengan, kurang sungguh-sungguh. Dan kalau pengpengan juga, artinya sungguh-sungguh juga, kadang hasilnya juga enggak banyak-banyak amat. Fa'tabiru ya ulil absar. Mari kita ngambil pelajaran ini. Matahari, bulan pada gerhanaan, ya hatta yanjalia atau tanjalia sampai waras lah kira-kira begitu. Disunatkan untuk sholat sebenarnya dari awal gerhana sampai selesai gerhana. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala menjadi sababiah jadi kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan kebersamaan kita, kekompakan kita sebagaimana kebersamaan ajramus samawati wal ardi, tunduknya jadi benda-benda langit, benda-benda bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bisaffi dengan kekuatan kebersamaan barisan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, memberikan kemenangan. Sallu ala nabiyikum sallallahu alaihi wasallam bi amri minallah. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حياء من الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ألفنا، اللهم ألف فيما بيننا وألف بين قلوبنا يا الله. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.